السلام عليكم يا شباب، اليوم معنا موقع جديد اسمه كرومكس، وهو البديل عن المنجم الروسي السابق الذي ربحنا منه الكثير بشكله الجديد. الربح يصل هنا إلى 800%. كل ما عليك فيه هو القيام بالتسجيل. لعمل التسجيل تضغط على كلمة تحقق فيه أو هذا الرمز اللي هو تسجيل الدخول. هنا تسجل اسم المستخدم، هنا تسجل البريد الإلكتروني، وهنا كلمة المرور، ثم تقوم بعملية التسجيل. بعد التسجيل أنا سأقوم الآن بالدخول إلى حسابي كما تشاهدون. إذا انتقلنا إلى الحساب، كل ما عليك هو القيام. هذا هو الموقع إذا أردت الاستثمار. بعد هذا سنقوم هنا البونس، أو إذا أردت عمل فيديو، هنا البروفايل الخاص فيك، هنا أداة لمراسلة صاحب الموقع، هنا موجود السيتنج اللي هي الإعدادات، هنا الريفرال كما تشاهدون، هنا الريفرال. طيب هنا الهيستوري التاريخ، وهنا الديبوزيت عملية الإيداع. إذا كما نشاهد هنا، هذا هو الموقع الخاص بنا. هنا الاختيار السيتنج، وهنا لعملية الإيداع. الموقع مميز جدا، هو نفسه المنجم الروسي، اللهم تغير الاسم والواجهة. هنا في الإعدادات نقوم بإدخال الباير الخاص بنا أو حساب البريفكت موني، وهنا إدخال رقم التليفون وغيره من البيانات إذا كان لديك فيزا كارد أو غيرها. إذا سأقوم بإدخال بيانات الماستر أو الباير الخاص بي في هذه الخانة، عفوا هنا البرفكت ماني، هنا نقوم بإدخال الباير الخاص بنا، ثم نفعل عملية الساف اللي هو عملية الحفظ. إذا كان عندك برفكت ماني تضيفه. إذا تم الحفظ بنجاح. هذه بالنسبة للإعدادات. بالنسبة لشركائي، في حالة إن أنا أنشر الرابط الخاص بي هنا كشكل لافتات، وهنا بشكل الرابط الخاص بكم. عملية الهيستوري أو عملية التاريخ هي خاص بالبيانات. من هنا نقوم بعملية الإيداع. سأحول البرنامج إلى اللغة العربية. الودائع، الودائع الخاصة بنا، ومن هنا نختار الحساب الذي نريد إدخال المبلغ واختيار الخطة التي نريدها، ومن هنا الخاتمة في حالة أردت عملية الانسحاب والكمية التي سأقوم بالدفع إليها. البرنامج الخاص بنا، إذا هنا بينقلكم مباشرة إلى حساب الباير أو البرفكت ميني والمبلغ المطلوب، ثم تقع التوب أب لتنتقل مباشرة إلى الحساب الخاص بك لعملية الإيداع. إذن يا شباب، هنا عملية كما شرحنا، هنا عملية هذه هي عبارة عن الودائع الخاصة بنا، هنا عملية
الإيداع إذا أردنا أن نودع أي مبلغ، المبلغ لا يقل عن 100 روبل، 100 روبل لعملية الإيداع. هنا الملف الشخصي الخاص بنا، وهنا عملية البونتي أو البونس الذي تحصلون عليه من الموقع. إذا هنا يقول، سنترجمه إلى العربية. هنا يقول تمتع الشركة، تمنح الشركة مكافآت مقاطع الفيديو حول المشروع، بإمكانك نشرها على الفيسبوك أو التويتر، أو الأفضل أنك تنشرها على اليوتيوب القناة الخاصة بك، ومن هنا تقوم بعملية ربط الفيديو. ويمكنك في اليوم إرسال ما يصل إلى 2 فيديوهات، سواء عن طريقة التسجيل أو شرح الموقع. أهم ما النقاط تشرح فيها عملية الإيداع وعملية السحب، ثم تقوم بعملية اللي هي عملية كيف تقوم بعملية الإيداع وكيف تقوم بعملية السحب. إضافة إلى ذلك يمكنك نشر الأرباح الخاصة بكم وإرسالها مرة ثانية حتى تربحون أكثر. كان هذا شرح اليوم، أتمنى لكم التوفيق بهذا الموقع. الموقع لا زال في يومه الأول، استغلوا الفرصة. هذا هو المنجم الروسي القوي الذي ستربح منه الكثير. وتحياتي لكم، أرجو عمل اشتراك ومتابعة للقناة حتى يصلكم كل جديد. تحياتي لكم وبالتوفيق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.